هذا البرنامج اليوم حقيقة نستبشر خير أن كل الأمراض للأسف الشديد انتشرت في مجتمعنا، في المجتمع الليبي بصفة عامة بالإضافة لمجتمعنا في الجنوبي، وهذا ممكن الجانب يتناوله السادة الأطباء بخصوص أسباب هذا المرض اللعين. الجنوب الحقيقة يحتاج إلى مركز أو مستشفى خاص بالأورام نتيجة الظروف ونتيجة الحقول المفقودة وآثار برضو حتى المواد الغذائية والظواهر الجغرافية، سواء من الحرص سواء من المعرفة اللي حصلتوها في الواقع العمل الخير في بعض البلديات. تسمعوا الجانب الكشفي برضو قام كل الإعلاميين المهنيين، حقيقة أنا بركب بيانات رسمية ودورية وتحال هذه الأنشطة وهذا العمل كله لإنشاء ذات العلاقة عن فشل بقية على بقية الثراء، وهذا مأمور الفريق هذا وله مهام مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا عندنا اجتماع الاول لفريق التوعية والتثقيف الصحي والكشف المبكر داخل بلدية وادي عتبة. طبعا اليوم تم تشكيل الفريق واتفقنا على عدة امور ان شاء الله داخل بلدية وادي عتبة، والفريق هذا رحب بالفكرة. طبعا يتشكل فريق من اطباء وتمريض ومؤسسات مجتمع مدني وهلال وكشافة، وهو على تم الاستعداد للمشاركة معنا في هذه الحملة. وطبعا وكان معنا تواجد معنا في هذا الاجتماع السيد العميد رئيس عميد بلدية وادي عتبة، وكذلك بعض من أعضاء المجلس البلدي، ومعنا مدير مستشفى التساوى القروي كان موجود معنا، كذلك معنا نخبة من الأطباء. تشاورنا في عدة أمور فيما يتعلق بالمرضى داخل بلدية وادي عتبة وتعابهم، وكذلك مشاق السفر لهم، وتوفير أجهزة داخل بلدية للكشف المبكر على هذه الأورام. وبإذن الله احنا أصدرنا بيان، هذا البيان حيكون لتابع حنرسلوه لإدارة التوعية والتثقيف الصحي بالمنطقة الجنوبية، ويوفرنا كافة الإمكانيات للانطلاقة في حملات التوعية والتثقيف الصحي داخل بلدية وادي عتبة. أتمنى الشكر والتقدير للإدارة اللي أعطتنا فرصة لبلدية وادي عتبة لتشكيل هذا الفريق والاهتمام بالتوعية للمواطنين، وإن شاء الله حيكون الاستفادة أكبر للأطباء وكذلك جميع الفئات اللي انضمت لهذا الفريق وكذلك لمواطنين داخل بلدية وادي عتبة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نحن بداخل الصالة الانتاجية ببلدية وادي عتبة في لإقامة إنشاء فريق يضم هذا الفريق عدة من الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني لانطلاقة الحملة الأولى والتي تبناها المجلس الرئاسي. طبعا هذه الحملة أطلقت لمكافحة أمراض السرطانية، تتكون من عدة من مجموعة من الأطباء وتتكون من مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، من ضمن هذه المؤسسات اللي هو الهلال الأحمر والكشافة وبعض المؤسسات الأخرى المساعدة في هذه الحملة. طبعا زي ما نشوف احنا اليوم تم تشكيل هذا الفريق داخل البلدية ببركة عضو مجلس المرأة ببلدية وادي عتبة، وبمباركة عميد وأعضاء بلدية وادي عتبة، طبعا بحضور نخبة من الأطباء وحضور كبير المستشارين الطبيين داخل بلدية وادي عتبة، إضافة إلى الأستاذ حماد المهدي هاشم طبعا مدير المستشفى القروي ببريد ودبة. فنتمنى والله العلي القدير أن يوفقنا لهذا العمل الإنساني والذي نتمنى أن نرفع به البلاء والوباء عن هذه البلاد والعباد، عن البلاد والعباد، فوفقنا الله لما يحبه ويرضاه بإذن الله تعالى.